بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال، يقول: هل يقع طلاق السكران والغضبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن طلاق السكران فيه تفصيل. إذا كان سكره بغير اختياره، كان تناول شيئا لا يدري أنه مسكر ولكنه سكر به وطلق أثناء السكر، فهذا لا يقع طلاقه لأنه معذور وليس عنده نية، لا يعقل النية في حالة السكر غيبة العقل، وهو معذور في زوال عقله. وأما إذا كان شرب المسكر مختارا سكر ثم طلق أثناء السكر، فهذا موضع خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه يقع طلاقه لأنه غير معذور. وأما الغضبان فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في مبادئ الغضب وهو يعقل ما يقول ويدري عما يقول، هذا يقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثانية أن يستحكم به الغضب ويشتد فلا يدري ما يقول، فهذا إذا طلق في هذه الحالة لا يقع طلاقه بالإجماع لأنه ليس عنده عقل ولا يقصد الطلاق، بل هو يهذي بما لا يدري. الحالة الثالثة أن يكون بين الغضب الشديد وبين الغضب الخفيف، فهذا موضع خلاف. الراجح أنه يقع طلاقه لأن معه عقله يتصور ما يقول فيقع طلاقه. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر: زوجي يشرب الشيشة ويأمرني بإعدادها يوميا، هل أطيعه على هذا المنكر؟ لا يجوز لك أن تطيعيه في هذا المنكر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وشرب الدخان والشيشة غيرها من الخبائث لا معصية، ولا تجوز طاعته فيها ولا إعانته عليها، ومع مناصحته لعل الله يهديه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. السؤال القادم من أحد الإخوة، رمز لإسمه بميم صاد من تبوك، يقول: من جامع زوجته في شهر رمضان وهو فقير ولا عنده شيء يكفر، هل تكفي التوبة وماذا يلزمه؟ يلزمه الصيام، لا يجزيها الأطعام وهو يقدر على الصيام. أولا عليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. والزوجة ماذا عليها؟ إذا كانت الزوجة موافقة له ولم تمتنع منه فهي مثله، عليها الكفارة. أما إذا أكرهها ولم تستطع الخلاص منه فليس عليها شيء. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هي علامات قبول الحج، وهل يكفي الحج مرة واحدة في العمر؟ الحج مرة واحدة في العمر، حجة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل منهم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد: أسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أعاد الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. الحج إنما هو مرة واحدة في العمر، وما زاد عليها فهو تطوع، إن شاء فعله وفيه أجر عظيم، وإن شاء لم يلزمه. وأما علامات القبول، القبول عند الله جل وعلا، قال تعالى: إنما يتقبل الله
من المتقين، ولكن إذا كانت حالته بعد الحج في الدين أحسن من حالته قبل الحج، تحسنت حاله، تاب إلى الله، فهذا علامة على قبول حجه. نعم. أحسن الله إليكم. من عاد من الحج كيف يستثمر ما تعلمه في الحج والخروج من الحج بمدرسة إيمانية بعيدة عن بعض الشركيات وبعض الأمور المخالفة للدين الإسلامي؟ نعم، الحج كما قال الله جل وعلا يشهد منافع لهم، وأعظم المنافع أن الإنسان يتعلم أمور دينه وعقيدته ويتنبه لأخطاء يقع فيها. إذا التقى بإخوانه المسلمين والتقى بالعلماء فإنه يستفيد، هذا علاوة على مغفرة الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من منافعه. فإذا رجع فإنه يحتفظ بهذه المنافع، يحتفظ بتقوى الله سبحانه وتعالى، يحتفظ بالتوبة من الذنوب ويحسن العمل في المستقبل، يدعو إخوانه وأهل بلده، يرشدهم ويناصحهم على ما فيهم من الأخطاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بيعتان في بيعة واحدة، ما حكم هذا البيع؟ لا يجوز، لقوله صلى الله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. قد فسر ذلك لأن معناه البيع المشروط في البيع، كان يقول: لا أبيعك هذه السلعة إلا أن تبيعني أنت السلعة الفلانية، أبيعك سيارتي على أن تبيعني أنت سيارتك أو تبيعني بيتك. هذا بيع مشروط في بيع، فهو معنى البيعتين في البيعة، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: هل على الأسهم زكاة وكيف تزكى الأسهم؟ الأسهم على قسمين، الأسهم تكون في عقارات للبيع، تكون أسهم في عقارات للبيع أو في ممتلكات تعد للبيع للربح، طلب الربح، هذه تثمن عند ثمن الحول وتزكى بما تساوي. والنوع الثاني الأسهم التجارية، الأسهم التجارية التي يقصد بها الربح، فهذه تزكى أيضا، تثمن الأسهم عند ثمن الحول ويزكيها كالسلع التي يعدها للبيع. هذه الأسهم هو يعدها للبيع، فإذا حال الحول يقومها بما تساوي ويزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. العقارات المتعثرة أو المساهمات المتعثرة في العقار كيف تزكى حسبكم الله؟ إذا كان لا يتمكن منها، لو طلبها لا يتمكن من أخذها، فهذا تتأخر عليه الزكاة حتى يقبضها ويستلمها ويتمكن منها، فيبدأ حولا جديدا من قبضها. أما إذا كان بإمكانه أن يقبضها ولكنه تركها هو ولم يطلبها، هذه تزكى عن كل سنة تمر بها لأنها في حكم المقبوض. من عليه زكاة لمدة 5 سنوات ولم يزكي وأراد الله سبحانه وتعالى وتاب عليه أن يزكي في هذه السنة، كيف يتم ذلك؟ نعم، يزكي عن جميع السنوات التي مرت لأنها دين في ذمته، فيؤديه ويبادر بأدائه ويبرئ ذمته من الزكاة الموجودة في ذمته ولو عن عدة سنين. نعم. أحسن الله إليكم. لعله من المناسب أن تحثوا المسلمين والمستمعون الآن لدفع الزكاة، بارك الله فيكم. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أمر الله بها، حث عليها وتوعد من لم يزكي: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هذا هو الكنز، وهذا وعيد مانع الزكاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ذهب وفضة ولم يؤدي زكاتها فإنها تمثل له يوم القيامة أو تمثل له في قبره شجاع أقرع، يعني داب والعياذ بالله، كثير السم، ثعبان كثير السم، يأخذ بلهزمته ويفرغ فيه السم، يتألم من ذلك
مدة طويلة ويقول أنا مالك أنا كنزك، فعلى المسلم أن يبادر بأداء الزكاة ولا يتكاسل فيها عند وقتها. قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة أخرجوها في وقتها ولا تؤخروها. فأمر الزكاة عظيم، وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، لأن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أن مانع الزكاة لا يخلى سبيله حتى ولو أدى ذلك إلى قتاله حتى تؤخذ منه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. انتقل إلى هذه الرسالة وهذا السؤال. السائل يقول: في إحدى المرات صليت والمؤذن يؤذن لصلاة الظهر لأنني على سفر، فهل هذه الصلاة مقبولة أم لا بد من الانتظار حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟ إذا كان المؤذن يؤذن على دخول الوقت إنه إذا شرع في الأذان جاز الصلاة لأنه دخل الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وما هي الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأمومين؟ الإمام ضامن بمعنى أنه ضامن لصلاة من خلفه، حصل فيها نقص بسببه فإنه يتحمل ذلك النقص. الإمام عليه مسؤولية لأنه يتحمل النقص الذي يكون بسببه في صلاة من خلفه. والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على الوقت، لأن الناس يصلون بأذانه ويصومون بأذانه فهو مؤتمن على دخول الوقت، والمؤذن عليه مسؤولية عظيمة والإمام عليه مسؤولية عظيمة، ولهما أجر كبير إذا قام بالعمل على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في أمور الدنيا كالزواج والمال في الصلوات المفروضة؟ يجوز، لكن لا يقتصر عليه، يدعو لدنياه ولآخرته وما يحتاج إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لا يقتصر على طلب الدنيا فقط في الصلاة، وإنما يطلب الدنيا ويطلب الآخرة. هذا السائل يقول: إنني مبتلى بذنب في الخفاء، وإني والله لا تأثر وأستغفر الله وأحضر الدروس العلمية وحلقات الذكر وأتأثر وأرتدع، ولكن سرعان ما أرجع إلى الذنب، فما هي نصيحتكم لي يا شيخ حيث أنني تعبت في هذه الحال؟ هذه علامة خير تتأثر وأنك تكره ما يحصل منك، وهذا سبب للتوبة. وكونك تعود إلى الذنب له أسباب، إما أن عزيمتك ليست قوية، ولا معلوم أن من شروط التوبة العزم على أن لا يعود إلى الذنب، فقوي العزم واستعن بالله في ترك هذا الذنب وعدم العودة إليه ما حييت. ثانيا، قد يكون لك جلسة سوء تجلس معهم يحملونك على الوقوع في المعصية، فابتعد عنهم. ثالثا، تذكر الدار الآخرة والحساب والعقوبة، تب إلى الله من ذنوبك، حاسب نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال، يقول: هل يجوز أن أتعامل مع مؤسسة تتعامل مع بنوك ربوية وعقدي مع المؤسسة سليم من الربا؟ إذا كانت المؤسسة عندها معاملات مباحة ومعاملات محرمة فلا بأس أن تتعامل معها في المعاملات المباحة، ولا تدخل معها في المعاملات المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، شرى منهم وأكل طعامهم وهم يتعاملون بالربا، لكن ليست كل أموالهم من الربا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي يسأل صاحبه محمد سعيد بمكة المكرمة، يقول: هل يلزم الطواف التطوع صلاة ركعتين وكذلك طواف الوداع؟ نعم، صلاة ركعتين بعد الطواف سنة مؤكدة تابعة للطواف. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة ليل أو نهار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
ركعتا الطواف سنة مؤكدة وهما تابعتان للطواف، ولو تركهما فطوافه صحيح. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، لا بد منه عند المغادرة. إذا أراد الحاج أن يسافر إلى بلده بعد الحج فإنه يلزمه طواف الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وكان الناس ينفرون من كل وجه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا إلا بعد الطواف بالبيت. طواف الوداع واجب من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك ضابط شرعي في من طاف طواف الوداع في الحج وأراد التأخر حفظكم الله؟ إذا أراد الإقامة بمكة بعد الطواف الوداع فإنه ينتقل وداعه، أي إذا أراد أن يسافر فإنه يعيد طواف الوداع. أما إذا كانت إقامته خفيفة، إنما هي لشراء شيء أو لمرورا بالبيت في بيت مكة لأخذ حاجة منها أو لأكل طعام أو تهيئ للسفر، هذه إقامة ما تسمى إقامة، هذه لا تضر طواف الوداع. لا، إذا أراد الإقامة بعد طواف الوداع في مكة داخل مكة فلا بد أن يعيد الطواف. بعض الحجاج حفظكم الله يؤجل طواف الوداع ويذهب إلى جدة أو إلى الطائف ثم يعود بعد أسبوع ويطوف طواف الوداع ويغادر المملكة. لا، إذا أراد أن يخرج من مكة إلى الطائف إلى جدة فإنه يطوف للوداع ثم بعد ذلك يسافر متى ما أراد، لا يكرر الوداع. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما الحكم بأن والدي قسم ثروته وهو حي يرزق وأطال الله في عمره والحمد لله على جميع الأولاد والبنات، ولكن بعض الأولاد لم يرضى بتلك القسمة؟ إذا قسم ماله أو أعطى أولاده وعدل بينهم على حسب الميراث، أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أنه لا يقسم ماله ويبقى بدون مال أو يضيق على نفسه، هذا هو الأفضل. وأما إذا قسمه على العدل كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا قسمه على العدل فلا بأس ولو لم يرضى بعضهم، إلا إذا كان لم يعدل فإنه يجب عليه العدل. أحسن الله إليكم، هذا أبو مساعد من الرياض يقول: ما حكم وجود القرآن الكريم في الهاتف النقال صوت وقراءة بينما نحن ندخل أحيانا دورات المياه؟ هذا شيء جديد، وخال القرآن في الهواتف هذا ابتذال له، ولكنه لا يأخذ حكم المصحف. يجوز أن تدخل به الجوال أو النقال، تدخل به دورات المياه لأنه ليس مصحفا. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، هذا يقول حفظكم الله: ما حكم التفريق بين البنت والولد في التعامل من قبل الوالدين؟ لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بحب أو بعطاء أو بمعاملة دون بقية أولاده. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي لا أشهد على عطية بعضهم دون بعض. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، هذا يسأل يقول: هل الدعوة واجبة في وقتنا الحاضر، وما هي وسائل الدعوة في هذا الوقت؟ الدعوة إلى الله واجبة على أهل العلم. نعم. الذين عندهم علم في أمور الدين والحلال والحرام يجب عليهم أن يدعوا إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية الأخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله واجبة على أهل العلم،
أما الذي ليس عنده علم فلا يجوز له أن يدعو إلى الله، لأنه يجهل، ربما يحل حراما أو يحرم حلالا، ربما يسأل فلا يستطيع الجواب أو يجيب بغير علم. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يقول: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؟ أمر واجب تسوية الصفوف وسد الغرج، تعديل الصفوف، هذا أمر واجب، فلا يجوز أن يكون في الصفوف خلل، لا من ناحية تعديلها ولا من ناحية تقطعها. يجب أن تكون الصفوف متراصة وأن تكون معتدلة. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الصلاة حتى يتم تعديل الصفوف واستقامتها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام.